بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. أسبوع من الأشغال الشاقة، من البرد اللي كسر العظم ويتوه المخ، وزي ما بيقولوا إيه يعني، كنت سطيحة يا أستاذ إبراهيم وسبتك لوحدك، ولكن أيضا كان أشغال شاقة لأنه كان في أعمال لا يمكن تأخيرها ولو بسبب المرض. وفي نفس الوقت فريق الأهلي ينطلق والكل يتابعه في بداية مشوار مليء بالأمال والوعود، مشوار الأهلي الإفريقي والمحلي عن الموسم القادم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. بالله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك وألف سلام عليك. وهي بالفعل أيام مهمة جدا، أيام الأهلي بيرسم فيها خطوط ملامح طريق في الموسم الجديد. زي ما المهندس عدلي أشار، فيه كثير من الأمال والطموحات، لكني ما زلت مصمما أن فيه الكثير من المطبات والمنحنيات والتحديات. في أشواك كثيرة تكاد تزرع للأهلي في طريقه من الآن، واضحة جدا. في محاولات كثيرة للتأثير على مسيرة فريق يدافع عن بطولاته ومكانته. في تفاصيل كثيرة في المشهد يا باشمهندس. شوف، احنا لما خدنا عنوان اسبوع قبل الماضي او الماضي يعني زي اليوم، جمهور وحماة، اعتقد هذا العنوان لازم يعيش معنا طول الموسم. جمهوره ده حماة، لانه فعلا انه هو الحصن الحصين، وهو في كل اتجاه اذا لجأت اليه لن يخذلك. جمهوره حماة لانه يخاطب الشريحة الأكبر في المجتمع المصري والعربي حتى. الكل يتعلق بالنادي الأهلي ويأمل فيه خيرا، والأهلي لا يخذل أحد. فطبعا وإحنا داخلين على موسم أيضا، كل جهد تبذل من أجل عودة الجماهير يجب أن يظل جمهوره حماه بالتزام وسلوك، ما يديش فرصة لحد يجردنا من هذا السلاح.